عقد مجلس المحرق البلدي اجتماعه الأول من الفصل التشريعي الخامس، وتم خلال الجلسة إقرار تشكيلة اللجان المتخصصة للمجلس وعددا من المذكرات المستعجلة، إلى جانب عرض ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عما تبقى من توصيات المجلس السابق. أكثر من 40 رسالة واردة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تدور محاورها حول مقترحات أعدها المجلس في فترته السابقة، فبعضها تم إحالته للدراسة والأخرى كان نصيبها الموافقة المبدئية، ليكون على رأسها مقترح تيسير سفن سياحية بالخور البحري بين محافظتي المحرق والعاصمة، والأخرى تم رفضها. مقترح تسيير بعض السفن السياحية في خور المحرق والمنامة، طبعا هذا المقترح النفذ سيكون إضافة نوعية على قطاع السياحة خاصة قطاع البحري في البحرين. احنا عندنا موقع جدا متميز نحتاج للاستفادة والاستثمار فيه عبر توفير بعض السفن الترفيهية العائلية، وأيضا ناقشنا بعض ردود الوزارة في موضوع خفض الرسوم إصدار تراخيص البناء، الرسوم خاصة التي لم تنتهي في كثير من الرسوم البلدية اليوم صاحب هذا في كثير من التراخيص صاحب هذا الترخيص الوقت يداهمه في لإقامة مشروعه، فبالتالي يحتاج لتجديد هذا الترخيص، فيطلب منه دفع الرسوم كاملة. هنا احنا نراها بأن هذا نوع من الضريبة المستترة. ومن بين المشاريع التي تم طرحها للنقاش هو تطوير الشوارع وإزالة جميع المرتفعات على شارع ريا. ناقشنا اليوم تطوير شارع ريا بخصوص المداخل والمخارج والمرتفعات الموجودة. الحلول بسيطة كلش، يعني تقليل المرتفعات، تخصيص مخارج ومداخل معينة وتقليل المرتفعات ووضع الكونزات اللي يفصل بين الشارع اليمين واليسار. وفي هذه الحالة تقل المرتفعات عندنا من قلالي لمدخل بسيتين ومن قلالي للحد. وتنظيما لعمل المجلس في المرحلة المقبلة، تم اختيار لجان المجلس المتخصصة لدور الانعقاد الأول والتصويت على تفويض نائب رئيس المجلس باختصاصات الرئيس الإدارية والمالية ومناقشة قرارات اللجنة العامة الدائمة والمؤجلة من الدور الرابع، والتي تشمل دراسة تصنيفات عدد من العقارات في محافظة المحرق.